صباح الخير، كيفكم؟ ايش اخباركم؟ ورجعناكم مقطع جديد مع ميمو كيتشن. حبيت اصبح عليكم على الاجواء الجميله اللي انا دحين موجوده فيها. رجعنا لكم مقتطفات سنابات ميمو كيتشن، وطبعا المقادير حتلاقونها تحت في الوصف هالمره. واسيبكم مع المقطع. النار بدات تسخن، ابدا احط البصل. البصل خاص يحمر، ما ابغى احطه على مناديل، ينشف وحطه على سله. حطوا اي سله عندكم، حطوا عليه عشان نبغاه يكون كريسبي اكثر، والمناديل ما تكون، يعني المناديل تخليه يذبل زياده. فقلت لكم حطوه على خلصنا من البصل. حننزل المكسرات. اي نعم، مكسرات. احكي شويه على النار. مشكلة الحين نزلت والزيت فجأة بريت. هنسويه، هنبدأ في الطبخة الرئيسية. زيت القديم اللي احنا استخدمناه في البصل والكسرات هنستخدم فيه الدجاج والاشياء هذه اللي احنا هنسويها. طبعا شوية ملح. طبعا هنا حسيت انه البصل قليل، سويت تقريبا حقت بصلة كبيرة ونص تقريبا، وحط فلفل. طبعا اللي ما يحب الفلفل سوي سكيب على الفقرة. النار شويتين عشان ما ينحرق، فحط ثوم، الزنجبيل، ملعقة زنجبيل حيكون، منبهات البرياني هتكون جاهزة في السوق أصلا، حيكون كركم وفلفل أسود وكزبرة ناشفة وملح. هنحط البهارات اللي قلناها شويتين كذا. حنزل الشرايح الطماطم، تقريبا حاطة 2 طماطم وسط. طبعا هنزل النار شويتين، خليه هنا وسط ونغطيه لما يذبل الطماطم. خلاص تحس انه تسبكت، ننزل الدجاج او اللحمة اللي تبغونها براحتكم. حنخلط. طبعا لازم الرايح ينزل. مبدئيا ما ححط مويه، بس هخلي مويه دافيه عن جنبي. الدجاج ما نضج، هنخليه طبعا وسط. اذا ما حسينا ان الدجاج نضج والمويه نشفت حنحط مويه. نجي نسوي رز عادي ابيض، بس هنحط معاه الورق الغار وهيل وقرنفل قرفه. طبعا هي زيت الموي اللي يغطيه، بس ما ابغى كثير لان ابغى الرز نص استوى، ما ابغى استوى كامل. نحط طبقة دجاج، نحط طبقة الرز، شوية بصل لان اخواني ما يحبون البصل، فحط شوية كذا. حنحط المكسرات، نكسرها كذا. بعدين نرجع للرز مرة ثانية. طيب شوي بصل، بحاول اقلل، بس انا مرة من عشاق البصل، فا ايم سوري يعني اللي يحب البصل. نحط شوي مكسرات، حطينا كركم مع موية حارة او دافية وكيفكم. هنرشه كذا بشكل عشوائي. طبعا حوريكم التتش حقي بالاخير، لازم نحط انه ما له دخل في البرياني، بس ححطه بعدين حتشوفون. اخر حاجه حنحطه على النار 15 دقيقه، بعدين حتشوفون ايش حيصير في الاخير. حنيجي صوص اللبن ناكل مع البرياني، ايش؟ بقدونس، زبادي، وثوم، ونص نعناع، وملح. معلش علقت لاني جعانه موت. خلطنا، طبعا هنخلطه زين. بعدين نسينا اهم شيء، هي الفلفل لازم نحطه. اللي ما يحب الفلفل لا يحط، بس اصلا حالات الصوص حقها بالفلفل. تو وانا اصور لكم، شوفوا من جوا كيف شيء دمار من اخر.
اللي حاب يشوف طبخي بشكل يومي او بشكل هذا تابعوني على سنابات، لان في اليوتيوب هنا انزل بس مو زي السناب بشكل شبه يومي. فاللي يبغى يشوف الاشياء الجميله اللي انزلها في سناباتي يتابعني على سناب شات. يعطيكم العافيه.